نكمل مع بعض حل تدريبات الضغط عند نقطة في باطن سائل. نبدأ بالسؤال رقم 99، بيقول لك في الشكل المقابل ينتقل الغواص من النقطة كي إلى النقطة ال ثم إلى النقطة ام اللي موجودة فوق دي، ايه اللي هيختلف معاه؟ هل كثافة السائل هتختلف؟ لا. عجلة الجاذبية هتختلف؟ لا. الحاجة الوحيدة اللي هتختلف هي العمق، وبالتالي كلما زاد العمق زاد الضغط. فين أكبر ضغط؟ هيبقى موجود عند النقطة L اللي هي عند أعلى عمق. طيب هو نازل كده، الضغط بالنسبة له ايه اللي هيحصل له؟ يزداد الضغط. طيب هو بيرتفع لأعلى رايح للنقطة M يقل الضغط. يعني لو دورت في الاختيارات هلاقي أنسب اختيارين يزداد ضغط السائل عند الانتقال من النقطة K إلى النقطة L. وبعد كده الاختيار رقم 2 ده كل ضغط السائل عند انتقال من النقطة L إلى النقطة M، يبقى الاختيار 1 و2. سؤال رقم 100، عند فتح 3 ثقوب متطابقة في زجاجة من البلاستيك، قدامي ازازة بلاستيك لو مش باينة في الصورة فالازازة بالشكل ده كده، وعندي 3 نقاط A أو 1 و2 و3 ثقوب في الازازة، ومديني 3 رسومات بالشكل ده كده، او بلاش ال3 رسومات مش هبينهم لك، انا عايزك انت تتوقع مين اللي هيقذف الماء بعيدا. يعني انا خلاص فتحت 3 ثقوب في اناء في ازازة مملوءة بالماء، والله اندفاع الماء هيتناسب طرديا مع الضغط، اندفاع الماء يزداد بزيادة الضغط. يعني ايه الجملة دي؟ يعني لو الثقب رقم 1 ده قذف الماء لحد الارتفاع ده كده، فالثقب رقم 2 هيقذفه بعيدا اكتر لان دلوقتي العمق بيزداد فالضغط بيزداد، اما الثقب رقم 3 ده هيقذفه بعيدا جدا لان ده عنده اعلى ضغط. هو بقى في السؤال عكسها، جايب لك الاسهم، جايب لك ده الثقب رقم 3، بعد كده الثقب رقم 2 والثقب رقم 1، بيقول لك احسب النسبة بين الضغوط. القاعدة قدامك اهي، اللي عنده اندفاع اكبر هيكون عنده ضغط اكبر. مين اللي عنده اندفاع اكبر؟ البي. اذا بي 3 اكبر من بي 2 اكبر من بي 1 لاختيار رقم ب. ممكن احلها من غير الاندفاع، كلما زاد العمق زاد الضغط، لكن السؤال مش هيجي بالشكل ده ولكن هيجي بالشكل ده، يقول لك عندك اثقاب 1 و2 و3 ويجي لك عدة رسومات ويقول لك اختر اي شكل يبين اندفاع قطرات السائل. فالنقطة اللي عندها ضغط أكبر بيكون عندها اندفاع الماء أكبر، يبقى اندفاع الماء يزداد بزيادة الضغط. سؤال رقم 101، الشكل يوضح سائل موضوع في إناء تكون العلاقة بين الضغوط عند النقاط K و L و M. والله يختلف الشكل الهندسي براحته، هو الضغط بيتوقف على كثافة السائل وعجلة الجاذبية وارتفاع السائل، وبالتالي النقطة M عند أكبر عمق وبالتالي هنا أكبر ضغط، والنقطة K عند أقل عمق يبقى دي أقل ضغط. يبقى لو بقى أعملهم علاقة بيانية فالبي كي هيكون أقل ضغط، وبعد كده البي L أكبر منه، وأكبرهم خالص هو أكثرهم عمقا الضغط عند النقطة M، يبقى الاختيار رقم ده. سؤال 102، في الشكل المقابل إذا كانت كثافة السائلين هي رو واتنين رو على الترتيب، كثافة عند السائل اكس برو وهنا باتنين رو، فإن النسبة بين الضغط عند النقطة اكس إلى الضغط عند النقطة واي. ركز بقى معايا كده عشان أجيب نسبة بين السائلين، علما بأن السائل غير معرض للضغط الجوي، البي كان بيساوي رو في جي في اتش، وعجلة الجاذبية هتعامل معاها إنها مقدار ثابت فما تدخلش في المقارنات وتطلع بره المقارنة. اذا بي اكس على بي واي هيساوي رو اكس في اتش اكس على رو واي في اتش واي. رو اكس اللي هي كثافة السائل اكس كان مقدارها رو في العمق بتاعها، شايف العمق السائلين دلوقتي العمق بتاع السائل اكس اتش و اتش يعني 2 اتش، على كثافة السائل واي كان مقدارها دي 2 رو، في عمق النقطة واي، شايف النقطة واي عند منتصف المسافة يعني كانت على عمق اتش واحدة فقط.
شيل الاتش مع الاتش، شيل الرو مع الرو، شيل الاتنين مع الاتنين، يبقى النسبة تطلع معاك 1:1. سؤال 103، إذا كان ضغط السائل عند النقطتين كي وال هو بي كي وبي ال عند قلب الحاوية رأسا على عقب، يعني هنقلبها، ماذا يحدث للضغط كل من النقطة كي والنقطة ال؟ لو تخيلنا ان احنا قلبنا الاسطوانة دي رأسا على عقب، يعني خلينا القاعدة الكبيرة هي اللي هنا والقاعدة الصغيرة هي اللي هنا كده، ده معنى كلمة رأسا على عقب. وما زال الارتفاع بتاعها ادى منتصف المسافة، كانت النقطة ال عند منتصف المسافة والارتفاع من هنا اتش والارتفاع من تحت اتش، اما النقطة كي كانت بتبعد، كانت قريبة للقاعدة الصغيرة، يعني لما تقلبها ال كده كده لسه موجودة عند المنتصف مش هتتغير، لكن نقطة كي هتبقى هنا كده. فلو جينا نقارن بين الضغوط، النقطة اللي كانت هنا في المنتصف وهنا في المنتصف، يعني في الحالتين على نفس العمق، يبقى الضغط بالنسبة لها ثابت، لأن الضغط عند نفس النقاط على نفس المستوى الأفقي للسوائل المتجانسة ثابت، لكن هنا بالنسبة للنقطة كي كانت على ارتفاع قليل، هنا شايف عفوا عمق قليل، شايف هنا بقى العمق ايه اللي حصل له؟ زاد، يبقى الضغط بالنسبة للنقطة كي بعد ما كانت هنا بقت هنا، وبزيادة العمق يزداد الضغط. استنتج منها بما ان ال لسه عند نفس المستوى الافقي يبقى بي ال ثابت، اما بي كي العمق بالنسبة لها زاد يبقى ده يزداد. افضل اختيار الاختيار رقم ب، الضغط عند النقطة كي يزداد والضغط عند النقطة ال لا يتغير. سؤال 104، اذا كان ضغط السائل عند النقطة كي هو بي، ضغط هنا بيساوي بي، فإن ضغوط السائل عند النقاط N و M و L هيساوي كام؟ ركز بقى معايا كده، فمش النقطة K والنقطة M الاتنين عند نفس المستوى الأفقي وفي سائل واحد متجانس، إذا الضغط BK هيساوي BN لأن الاتنين عند نفس المستوى الأفقي. أما هنا ده كان على عمق H، فالعمق زاد للضعف بقى H، وبعد كده زود عليها كمان H، وبزيادة العمق يزداد الضغط. عندك كثافة ثابتة لأنه سائل متجانس وعجلة الجاذبية ثابتة، يبقى الارتفاع كلما زاد الارتفاع زاد الضغط، الارتفاع تضاعف يبقى الضغط تضاعف، يبقى لو كان هنا الضغط بي يبقى الضغط هنا 2 بي، والضغط هنا كمان 2 بي، لأن ال و ام الاتنين عند نفس المستوى الأفقي. إذا الضغط عند ان هيبقى بي، وعند ام 2 بي، وعند ال 2 بي، هيبقى بي واتنين بي واتنين بي، الاختيار رقم ب. سؤال 105، في الشكل المقابل إذا كانت كثافة السائلين رو واتنين رو، فإن النسبة بين رو إكس بين بي إكس إلى بي واي، الضغط سوي رو في جي في اتش، وطالما في مقارنات تعال نحذف الثوابت، السائلين على نفس الارتفاع يبقى العمق ثابت وعجلة الجاذبية ثابتة، يبقى الضغط متوقف على الكثافة، إذا بي اكس الى بي واي هيساوي الكثافة، هنا كانت برو والكثافة تحت باتنين رو، فتروح الرو مع الرو يتبقى 1/2، اختيار رقم ج. سؤال 106، الشكل يوضح عدة اواني مختلفة الاشكال، هل اختلاف الاشكال هيؤثر على الضغط؟ لا، الضغط بيتوقف على عمق النقطة فقط، عند اي النقاط تكون الضغوط متساوية. تعالى كده نركز، هل النقطة S في حاجة معاها عند نفس المستوى الأفقي؟ لا. طيب النقطة R ركز كده على عمق قد ايه؟ H و H. طب النقطة M على عمق قد ايه؟ H و H، الاتنين على نفس العمق. هل النقطة K عشان موجودة معاهم عند نفس الارتفاع يبقى متساوية معاهم؟ لا طبعا، لأن هي دلوقتي على عمق H واحدة فقط، ده السائل اللي فوقها، لكن ده فارغ. يبقى النقطة R والنقطة M دي عندها عمق السائل 2H ودي عندها عمق السائل 2H، يعني أقدر أقول إن R و M الاتنين عندهم نفس الضغط. طيب بالنسبة للنقطة K ليه ما أقولش إنها بتساويهم؟ لأن فوقها ارتفاع واحد فقط،
طيب ايه النقاط اللي ممكن يكون عندها نفس الارتفاع؟ هنا النقطة كي دي على عمق كي، طب والنقطة ان دي على عمق قد ايه؟ اتش، يعني النقطة كي على عمق اتش والنقطة ان على عمق اتش، طب والنقطة اس على عمق اتش برضو. ايه ده؟ يعني ممكن استنتج ان النقطة اس عشان عندها العمق اتش، النقطة ان عشان عندها العمق اتش، والنقطة كي عندها العمق اتش، يبقى كي وان واس الاتنين عندهم نفس الضغوط. اه ينفع. طيب هل في الاختيارات ام وار بس مع بعض؟ لا مش موجود، لكن الموجود 3 اختيارات كي وان واس، لان الاتنين عندهم نفس الكثافة وعجلة الجاذبية والاتنين على عمق اتش واحدة فقط. هتلاقي الاجابات عندك ورا دال، لا متختارش دال، هي الاجابة الصح ب. سؤال 107، الاواني الموجودة بالشكل متصلة ببعضها البعض بواسطة صنابير كي وال، عند فتح الصنابير واتزان السوائل تكون العلاقه بين الضغوط السوائل على القاع ايه علاقتهم ببعض؟ اول ما تبدا تفتح الصنبور ده السوائل بتكون متساويه في الضغوط عند نفس المستوى الافقي، زي كده ما بنشوف البحار والمحيطات مفتوحه ببعضها، فتلاقيهم كلهم عند السطح بتاعهم افقي، فتحس ان هم كلهم على نفس العمق، ولكن السطح فقط هو المتساوي. فاول ما ابدا افتح الصنبور ده تلاقي كده السائل بدا ينزل من هنا كده لحد ما يوصل للمساحة اللي موجودة هنا، للفتحة الموجودة هنا كده، بعد كده يبدأ يفرغ هنا لحد ما يبقى بالشكل ده. هنا السؤال بيقولك تكون العلاقة بين ضغوط السوائل على القاع، هل الضغط ده هيكون زي الضغط هنا هيكون زي الضغط هنا؟ لا طبعا. ب2 او الإناء رقم 2 هيكون عنده أكبر ارتفاع، وبالتالي البي 2 ده هيبقى أكبرهم. أما لو جيت تركز في البي 1 ده اللي هيكون باقي عنده عشان يكون على نفس الارتفاع، والبي 2 البي 3 هيكون ده الارتفاع اللي موجود عنده. فلو سوينا الارتفاعات خلينا كده السائل كله هيبقى فيهم جميعا عند نفس الارتفاع زي ماء البحار، ده نفس الارتفاع. هل النقطة دي العمق عندها زي العمق عند النقطة دي؟ هو مديك هنا مرجع او خط اساسي، لو جيت تقارن الارتفاع هنا والارتفاع هنا، لا هنا العمق اكبر، وبالتالي هيبقى بي 3 اللي هو اقل عمق هو اقل ضغط، فتيجي تقارن ما بينهم هيبقى بي 2 اكبرهم يلي بي 1 وأقلهم هو بي 3، يبقى الاختيار رقم د.